كلمة لفريق التقدم والاشتراكية السيد الرئيس السي رشيد الحموني. السيدان الرئيسان، السيدات والسادة النواب والمستشارين، نساء ورجال الصحافة، إن فريق التقدم والاشتراكية يضم صوته عاليا إلى الإجماع الوطني الرافض لادعاءات البرلمان الأوروبي، ويعبر عن شجبه وإدانته للموقف السلبي الذي اتخذه إزاء بلادنا. وهي مواقف ندرك جيدا أن الجهات التي تقف وراء تحريكها معروفة بعدائها للمغرب وسعيها بكل الأساليب والمغالطات نحو الإساءة إليه والإضرار بصورته. ولهؤلاء وغيرهم نقول أن إن مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس، ونعتقد أن حقوق الإنسان وحرية التعبير التي دبج بها البرلمان الأوروبي بيانه المرفوض ما هو سوى مطية تستغل في التهجم غير المقبول على بلادنا، ومحاولة قديمة جديدة لابتزازنا سياسيا والتحامل علينا من أطراف مع الأسف كنا نعتبرها صديقة لنا داخل الاتحاد الأوروبي. ومن المؤسف أن نشهد انسياق أوساط عديدة في البرلمان الأوروبي مع هذا التوجه المسيء إلى سمعة بلدنا ومصالحه وإلى وضعية الشراكة الاستراتيجية التي تجمعنا مع الاتحاد الأوروبي، وهو انسياق وراء موقف غير سوي لم يستحضر مواقف سابقة للاتحاد الأوروبي نفسه عندما اعتبر في مناسبات عديدة أن المغرب هو صاحب الرصيد الأكثر تقدما في محيطه الإقليمي في مجال حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية. وهذه هي الحقيقة التي قفز عليها البرلمان الأوروبي، وكأننا به كان بصدد الحديث عن بلد آخر من المنطقة. واليوم يحدث هذا التحول الغريب الذي لم يكترث مع الأسف الشديد للدور الاستراتيجي لبلادنا بالنسبة لأوروبا في علاقاتها وشراكاتها جنوبا. لكل هذه الاعتبارات فإننا في فريق التقدم والاشتراكية نؤكد أن مغربنا سوف يظل ثابتا وصامدا في مواجهات كل الإساءات والمناورات المغرضة، وسيواصل مساره بثقة أكبر في قيادته وبتلاحم وطني أقوى بين شعبه ومؤسساته وعلى رأسها المؤسسة الملكية. إننا على غرار كافة الأمم لم نصل إلى درجة الكمال في البناء الديمقراطي والحقوقي، وفي نفس الوقت نسجل بإيجاب وباعتزاز مستوى تقدمنا الحاصل على كافة المستويات. نعم، إننا كمغربيات ومغاربة أدرى بما حققناه ونحققه، وندرك أيضا نقائصنا وما يجب علينا القيام به، وسنواصل نضالنا في التقدم والاشتراكية إلى جانب كل القوى الحية في وطننا من أجل الارتقاء بمسارنا التنموي وتوطيد بنائنا الديمقراطي. ونعتقد أن قوة بلادنا تكمن في صلابة جبهته الداخلية وفي مضيه قدما في تسريع وإنجاز المسلسل الوطني للتحديث والإصلاح اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وديمقراطيا وحقوقيا، كما يستدعي الأمر الطي المترفع وبالأسلوب المناسب لبعض الملفات التي يستغلها الخصوم في التهجم السخيف على بلادنا.
إن هذا هو السبيل الأنجع لرفع التحديات الوطنية الداخلية أولاً، ثم إنه أفضل جواب على الأطراف المناوئة لبلادنا، حيث أننا وطن ينير طريقه بنفسه بشكل حر ومستقل في مسيرته القوية والهادئة نحو التقدم والتنمية والديمقراطية، ولن نخضع للابتزاز، ولن نخضع للضغط، ولن نخضع لليد والتعالي تحت مبررات ومغالطات وأكاذيب. وشكراً.